يلا نمشوا ربع ما عندنا ما نستناو. عندك الحق العربي، لما انا هادي لازم توصل في وقتها. وانا وش ندير؟ نقعد هنا؟ انت تتصلي بعالجيه الممرضه، شوفي وش دارت في مساله الدواء اللي طلبناه منها. السهره مش كاين الخطه تقول هك. لازم نخمو قبل كل شيء في نجاح المهمه. فهمت. على بالي درتي اكثر من اللي عليك، وانا من حبي يصيبك احتضر كاي واحد منا. انا الكوارت هذو راك واثق منهم؟ من ناحيه هذيك متهني اللي داروهم مختصين، واحد ما يقدر يفيق بها. يلا روح. اي يلا سهلوا توكلوا على ربي. اي على ربي. ربي يعاونكم. تغلبوش رواحكم. ليش يوم نديروا فيها لا كورس واللي يربح انا اللي مو نحق سينما؟ انا ديما خاسر. يا خلاص ما بقيتش تخسرها وجبت كرور ما جديده. خلاص خلاص واليوم ضربت فيها ترفيها وهيله. استناوني هاني ما نسيتكمش. هاك هاي هاك هاي صحه لكم خالتي. هاي صحه لكم. هاي هاي نبداو نجربوا. هاي استنى هاي واحد زوج ثلاثة. Ce camion ne vous appartient pas? Non, monsieur, c'est au patron. Nous, on est des travailleurs. Nous... Et qu'est-ce que vous transportez? C'est des fruits, des légumes pour le marché. Vous pouvez vérifier. Ne me dites pas ce que je dois faire. Il a l'air mal en point, ce vieux taco. Allumez vos feux. Les feux ne marchent pas. On va régler ça aujourd'hui, monsieur, aujourd'hui. Monsieur l'agent, le règlement est clair. Ce tas de ferraille ira en fourrière pour 15 jours. Mais monsieur, la marchandise... N'insistez pas, descendez. هاي اركب هكا. هاي واحد زوج
ثلاثة ايش كل اللي درتو دركا صحيتي Voilà, signez-moi ici. Monsieur, la marchandise va pourrir. Je n'y peux rien. Vous viendrez dans 15 jours récupérer votre camion. Et pas un jour de plus. Sinon, vous payez plus. Monsieur, il n'y a pas moyen de s'entendre. Tu essaies de nous corrompre ? Allez, dehors ! Laissez-nous prendre encore un mot et je vous mets aux arrêts. Voilà, dégagez. Au revoir, monsieur l'agent, au revoir. La marchandise va pourrir. ها هي يا سيدي كيما خليتها 10 سنين من بعد مازال هي يا اخي لقيتني معها بابا كل يوم هك وزايله مازالها صحيحه هاك تشوف فيها مسكينه هي تاني كبرت ما بقات تصلح لوالو راهي حكمه الوقفه بالدرع صح عمري يا بابا ولا فكرت نفرط فيها يا وليدي تبارك الله فيك والله غير تهليت فيها لا لا بابا ماشي انا اللي تهليت فيها ما الله يرحمها هي اللي كانت تصلي فيها كانت ندارتها وحده تاع العائله تاع ساعات نتهضر معها قولوا بالك مسكينه هبلت يا ولدي انا حبيت نزور يماك حبيت نشوف القبر تاعها قولي وين راهي مدفون راهي في الجبانه تاع ولاد احمد القبر الاول على اليمين باب لكن حبيت نروح معك لا 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 ريح وحدي معك صحيت مليكة نعم وجدي لي قشي عندي قضية في المدينة اخي ما تطولش لا 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 معليش Lève-toi, mon coco. Vite, lève les bras. Non, mais qu'est-ce que vous me voulez? Lève les bras, chérie.
والله شاف. Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, les amis. Vous faites une lourde erreur. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt? Le mandat? Le voilà. Allez, embarquez-le! Arrête! الدنيا بلا ما شفتك، حرمتك من وقوفي بيتنبك وجنب الولاد، أشحال تعذبتي وحدك باه كبرتيهم، وفي نفس الوقت كنت قابلة مصيرك. عمرك ما لومتي عليا، كل ما تزوريني في الحبس تقولي لي صادق أصمت ما تركعش، ما ركعتش يا عيشة، ما ركعتش كما ما ركعتيش أنت. حبيت نخبرك، صابر راهو في الجبل مع المجاهدين، وعادل راه زاد عنده وليد سماه صلاح الدين، اسم شبه. في كل شيء إلا هذه ما خممناش فيها. 15 يوم بزاف يا جماعة، ما نقدوش نصبروا المدة هذه كامل. ما تنساوش بلي الوثائق تاع الكاميو راهم مزورين. ما نهمش بس قادرين يفتحونا. الوقت تاع النظام هو المهم، فهمت؟ لازم يلحقوا الخوف في الوقت المحدد، لازم نحل هذا الورد. صح، مشكلة كبيرة هما الوثائق، لو كان يطيحوا في يد العدو سلكوها غير. لازم نخرجوا الكاميو مهما كان الثمن، مهما كان. أنا معاك العرب. بصح ما لازمناش نتسرعوا، الصوف تبع برزانة الرجالة ولا لا عادل؟ أنا كما تديروها راني ماشي، والباقي على ربي. لا سردين فراش De la sardine fraîche. Salam alaikum. Alaikum salam.
السردينة هذه جديدة وشحال؟ مع السخانة هذه جديدة وماشي غالية. اسمع سجل لي كل التفاصيل، رايح جاي البيبان طيق الحركة كاملة. هزرب وش هو الجديد؟ نتبع الطفل هذاك اللي خارج من الفوريال. يا اخويا ماك شاري ولا؟ لا السردين لا السردين لا السردين دو لا السردين فريش دو لا السردين فريش لا السردين لا السردين. علي هديك اش دلا. صحيت صحيت الفيل. شكون راح يشريها عليا درك هذه؟ نقص في سمسه شويه يشريوها. انت تخدم على روحك والناس ياكلوا. راك تهضر زي الكبار دي غوردي. عاوني ما pas entendu. Allez, ramasse-moi ça vite et dégage. صبحت خاسر معايا. انا اللي نبيع نخدم على روحي. وانت رافض الباطه هذه بلاش. خلي لي سيرجو دركا ما معليش هي بلاكا قدام السينما ولد درك ما خدمتش ما كاين حتى كليون مازال هي مالا اول كليون تاعك اليوم هو انا سير دركا وهنا وفرده فريده الاخرى خلي نهارتك تدنا في زوج صالح سخونة السردينه تاعك هاي ميزه تسوحش بسخانه هذه قد عندكم اللي ما سيرتوش هذا؟ من 54 من اللي عرفت صلاحي. خبار احسن لك ني دركا راك ما بعت حتى حبه سردينه. تسلك بالسردينه اليوم دير فيشطه في الدار كل وفرق الجيران بكل اليوم ما يعجبها الحال صحه ملي مات بابا الله يرحمه ما شميناش حتى سردينه في الدار. لاصق لاصق هات نخبي هنا هات. واش نعطيك تخبيلي؟ كحل لي تحت كزر. Levez les bras! Écartez les jambes! Fouille-le. Tassez-vous. Dégage! Oui, monsieur. On s'en va. منعتني يا بخاصم كون هذاك النهار كانت عندي وحده كيما هادي كنت نخلص فيهم. وين النهار؟ نهار قتلوا بابا في الدار حنا نشوفوه. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. ما تخافش وين حق نهار. كيف اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم نحتاجوك تعاوننا. راني هنا. وكيف اسمك انت؟ ما يظهر لي نقدروا نعولوا عليه. انا هذه الفكره ماهيش داخله في راسي كاع. دوك القرار هو هنا بين يدينا. اذا ما تفهمناش الطفل يقدر يروح. المشكل ماشي الطفل، ماهوش مشكل الطفل. بصح عمليه كيما هذه راهي واعره بزاف، ماشي باش نشكك في القدرات تاع رابح.
صح. لا لا راهي في غايه الخطوره. لا لا العربي اني فاهم التردد تاعك، وباه نكون صريح معك، انا الاول مانيش متاكد 100% من نجاح هذه العمليه، لكن ما عندناش اختيار اخر. ولا هاني نسمع مشكل قادرين نضيعوا رجال في هذه العمليه يا اخي. ولا فشلنا خممت ولا فشلنا نزيدوا نولهوا لابوليس للكاميو تاعنا صح، ونقدروا ننتظروا 15 يوم محال. هو من واضحه يا رجاله، اما لا خليونا نسمعوا للطفل. ابراهيم روح. تقدر تصور لنا الفوريير من داخل؟ نعرفها كل باطن تاعي. هذه الدخله وهنا البوست بوليسي، ونقابلها نلقاو البيروات وين يركضوا الحراسه. حراسه في قده ربعه ديما هك، ما يزيدوا ما ينقصوا. صحيت كمل. ومن هنا نلقاو البارك في بزاف الطوموبيلات، وما نبلش وين نحطو تاعكم. ماشي مشكل، نلقاو لها الحل ان شاء الله. تطلب وقت، لازم ندخل انا ونقعد لتم بلا ما يتلهو بيا، وكي طاح الليل نقدر نفتش عليها بعقلي. الليل هذا هو الحل. ماليكا؟ نعم. نقول لك الصح، ما قدرتش نشد اليوم من الظهر، راني جيعان. تعشى سيدي تعشى، وهو كي يدخل نزيد نسقيلو. وانت ما تاكليش معايا؟ اسمح لي سيدي ما ناكلش درك، نروح نطلع الطفل ونرجع. ماليكا؟ نعم. كي يجي الولد او نهضروا على الامر هذاك. او جاي بعد. السلام عليكم. واش كاين بابا؟ غير الخير. غير الخير. انا ما فهمتش وما نفهمش، داخل خارج في الليل ما على باليش وين، مانيش موفق كامل. ما تقلقش روحك يا بابا، عمري ولا ندير حاجه ما ترديكش. تربيت يدي ونعرفها. نسيت بلي عندك مراه طفل مسؤوليه ولا خلاص يا بابا خلاص، راني فهمت. صافي الله. ولا في وقت حرب الخوف زالي، انت لازم تقرا حضرك عادل. كل ابني قبل ما تبرد كل. دير بالحوايج هادو، راح نبيعهم، ما بقى لي حتى صورتي. شكون راح يشري عليك الدراب هادو؟ ها عادل، راك مخبي عليا حاجه.
مليكة ما تقلقيش روحك يا مليكة، هادو حوايج ما بقيتش نلبسهم، راح تصدقهم يا مليكة. واش ما صدقتش تاني؟ حاجتك الله يسهل. مليكة نعم غير الخير. سلامة مليكة. الله يسلم ربي يجيب الخير بيست. عادل وراك مسهل هكذا فكرت اليوم. بابا صباح الخير. صباح الخير أولي. هادو حوايجك دم راح نصدقهم. والصداقة هذه ما تقدرش تستنى حتى يطلع النهار؟ زاني تنوض بكري يا بابا باش ما تخلي واحد يرقد. انا قلت نديهم له بكري هكذا ما نحرجوش. اخي هكذا علمتنا بابا والله. لا لا وعلمتكم تاني ما تخبيوش عليا الحوايج. ما فهمتك شو؟ انا فاهم روحي. ودوق هذا الشيء اللي رايح خمم عليه ويدهر صح راح بالسلامة وليدي. أنا فخور بك. جد الغازة بابا. روح 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 لحق الأمانة لمواليها و عم تلاقها و ونتحاكى وعلى هذه الأمور. روح وليدي تهلا في روحك. عسى على روحك. فرنسا ما ترحمش يا وليدي.
Alors, Brahim, tu nous ramènes des fous maintenant? On travaille, monsieur. Moi aussi pour lui et moi aussi pour nous. Je sors, monsieur. Je peux entrer boire? Vas-y. Allez, allez, partez, ça suffit maintenant. Laissez-le tranquille. Avec des gosses pareils, il n'est pas prêt de guérir, ce pauvre homme. Ah, remarque, ils aiment ça, les Arabes. Allez, bon courage. C'est quoi ces gens? Ouais, pourquoi pas? Enfin. C'est quoi? J'arrive, j'arrive. بابا مازال ما رقدتيش؟ الطفل بالذراع لا رقد لي وزيد مع هذا البرد و... وعادل قولي لي. نعم. عنده مده هو يصهر هكذا ملي طلع صابر للجبل هادو قريب 3 شهور. ما على باليش مع من راهي يهضر شكون اللي راهي خالطه؟ لا لا ما على باليش. بنتي مادام راني هنا انتي كي بنتي هو وليدي كي يدخل نهضر معه. ها يا ملكة غبت عليهم هما صغار كبروا ولا بيا مزيان مزيان
عيشة رباتهم في الطريق المستقيم. الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليها. الله يرحمه. بنتي. نعم. أنا بالي تعبانة، روحي 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 مع بنتك. تصبح على خير. سلامة بنتي. صدق. أشكون؟ قرب الضو شوفك. اهلا سي صادق، ما عرفنيش سي طياب. اهلا سي صادق، صحيت؟ صحيت، على سلامتك. واش راك سي صادق؟ لا باس لا باس، ما تبدل فيك والو. انا 10 سنين جازو، انت تقول غير 20. ملي سمعت الخبر جيت نطلع عليه. الله يسلمك. مزيان اللي خرجت في الوقت المناسب. صح. سي طياب، كاش خبر على التورا؟ التورا هي لاباس بها، هم قايمين بها المجاهدين. وراهم يسلموا عليك. علي انا؟ ايه، وكاش ما تسحق حاجه رانا هنا. ايا نكملوا لك. ايا تفضل. تفضل. علي اتو جوي. و بور توا. يا. انترو. فوق في راس الدروج. بصح نبقى معاكم. معلوم تبقى معنا، ماهوش وقت الهضره. هزر هزر. هاي روحك. C'est pas vrai. Il veut se faire descendre ce bougnoul. Allez, du vent. Garde, dégage. Garde, garde, monsieur. Garde, je vais t'abattre comme un chien. Va-t'en.
واش راك دير هنا؟ واش تفهمنا؟ حاب نطلع معاكم للجبل. اطلع على بحر الحال. اطلع اطلع. ابراهيم شد روحك وهبط راسك. Quelqu'un essaie de faire démarrer un véhicule. On part, ce chef! On part! Derrière ce derrière! Derrière ce derrière! Là, on part, derrière ce derrière! عادل 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 وش بيه؟ الله يرحم الشهداء. يلا عاوني يلا عاوني. اضرب اضرب اضرب. الشهداء الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. يلا هاش معاه. يلا زهرة تمشي تيا وعلي تروحوا عند سي مصطفى. هزر هزر. ما تنساش لي سي باسي. نعم روح السلاح من الصندوق با تديه للخوه. نعم عيسى. نعم روح عاود. ماشي حاجه ماشي حاجه ماشي حاجه. يلا يلا يلا. Thank you.
إبراهيم لازم يبقى فاطن. إبراهيم راهم قطاو، كيفاش نديرو له؟ اصبري دوك يلحقوا. هادو ما يكونوا غير هما. سي مصطفى ما عندك موعد مع حتى واحد؟ لا شكون؟ سي رضوان. تفضل صاحبي. السلام عليكم. طفل راهو سعيد. سعيد راه عطاني كل تفاصيل. كيف اسمه؟ ابراهيم. ابراهيم دكتور. نعم. واش كيفاش حالو؟ غلي لي شويه ما وجيبه لي حالا. حكيم. نعم. الله يجازيك، عمل مستحيل، موت ساعة غير هو. نخرجوا الرصاصة والباقي على ربي. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة. مرحبا بكم الخوة. الله يسلمك. السلام الحمد لله وصلتوا على خير. بارك الله فيكم. الليلة إن شاء الله تباتوا عندنا هنا وغدوة ترجعوا للمدينة. عيسى طاهر فرغوا السناد خو جيبوا لي الوثائق. هيا مرحبا تفضلوا. تفضلوا. مرحبا بكم. تفضلوا. قاسم خويا شد راح ما عنده ما بقى كنت عارف هذه الفراي راح تديرنا هذا اللي كان خاصنا سخنت لازم تبرد شويه اوه
شحال بقي هو بلادي 10 سنين وانا نستنى في اللحظه هذه. العسكر يا ربي مزر بالخاص مزر 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 يلا يلا عزر صلاة الفرقة كيري كيري روحوا اش بيك يا بنتي هتك عليا ضربه عاود اضرب اضرب حاول كوراج كوراج واش العربي ضربت الواد مليح
توضيع بزاف الدم، لازم نتحركوا. شكون؟ شكون هنا؟ تحبوش تجاوبوه؟ الله يسهل عليكم. راك وحدك؟ راك تشوف كاش واحد معايا ولا؟ بس يديك وقدم هنا. هاش من شافك؟ وش راك؟ تعرفني؟ يا حسرة، شكون اللي ما يعرفش قايد الصدق؟ وشكون اللي ما يعرفش أبطال فوج الرجاء اللي تكونوا على يده؟ هاش كون رابح، رابح اللي كان يسأل بزاف ويفهم كل شيء. رابح، رابح وليد حاج مروان. هو بدت قيد صدق، قيد صدق. هذا العربي أنا فرحان شكون قال يجي النهار نشوف الحاجة اللي زرعتها. بالقاسم راهو مجروح، هو تاني كان معنا في فوج الرجاء. وين راه؟ أولي بلا رصاص اللي سمعتم قبيله كان عليكم. علينا هربنا منهم صح، مازال مورهم. الشرح هذا شويه قديم، ماشي تاع اليوم. نعم قايد، عنده مده. هيا ما نطولوش على خاطر يضيع في الدم. لاباز رايحين يحقوا بينا، واش ديروا؟ القسم شوف شكون اللي معنا. هيا 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 ربح، ما نضيعوش الوقت. الكريشة هنا تستنى في الدخلة تاع الغابة. الكريشة كريشة، انت لو ما طرح السؤال تمرض، ما تبدل فيك والو. هيا ساعد للأمان. يلا يلا القسم نوض. كورش كورش كورش، يلا هي. يلا راهو راهو مغاش. اسمع، لازم له يقعد فاطم. القسم القسم، افطم افطم اخويا افطم. قايد صادق، كيفاه كنا نديرو لك ما لقيناكش؟ المكتوب، المكتوب اوليدي. بيرسون نو بو ايشا بيرسون ديستان اوليدي. اشكون قال بلي هاد الكاليش 10 سنين من بعد مازالو يتمشى؟ وتلاقيتكم القاسم العربي تاع رابح السبوع تاع الغابة. اسمح
فيها حتى امل. لازم تمشيو دوق. كيف هذا نمشيو؟ وانت والمزروع كيفاش نديرو؟ يعطلكم في المشي، وهادوك يا رمشة عيني يلحقوكم. هاي مازال ما فهمتش. ما عنديش الوقت باش نفهمك. امر تطبقو، كبرت وعاد تناقش اوامري. اسمع، لازم واحد منا يعطلهم. خلوا لي سلاح. محال، هذا ماشي حل. هذه برك ما نقبلهاش. هذا أمر قلت لك وانت تحاول تناقشني. كيفه؟ نسيت اليمين قطعتوه وانتوما كشافة صغار. طاعة القايد في كل ظروف. ما نسيتش. أما لا خلاص، أنا كنت قايد ومازال قايد والموت قايد، فهمت؟ أما لا، هاد السلاح وربي سهل. هاي هيا قبل ما يلحقوا له هذيك الكلاب. هيا هيا. اسمعوا، على اليمين لا تخافوا شراح، ستسيروا على الحج طيب. امت الله فيكم وربي يكون معكم. قدموا شيء كلاب. إذا تجيني بالله، أنت راسك خشين أنت. اسمح لي قايد، قلت كي نكونوا في زوج نعطلوهم خير. وليت ثاني باه نقول لك زوج حوايج. وليت باش تقولوا زوج حوايج، ما يقدروش يستناو من بعد. ما ظنيتش. أهلا طهر. ديالي بالسؤال الأول، وشنو؟ عادل بنك كان ينشط معانا. علاش ما راهش معكم؟ توفى الله يرحم الشهداء. الله أكبر، الله أكبر.
بقيت الصرخ راكب تروح شي حاجه ما حاجه ما كان والو خاصك زيدك كشاف صاصي ما بقاش بزاف حسب لي في زوج ولا ثلاثه من هذوك الكلاب حبيبي مازال سؤال هذاك مازال واحد هيا واش نقولوا شفيت نهار على القطور اللي تحرك في المخيم في الغابة وحنا صغار ايه شفيت ايه بصح الان واحد ما قال لي شكون اللي دار هذيك الخدمة انا هو راسك خشين راسك خشين هاك مسامح هاك مسامح الله اكبر يا حياة الزعيم